السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالسوق تاع الجمله الذي راه يعني تمثل الاشغال به في مدينه الواد بولايه الواد السوف. اذا وهذا المشروع يكتسي اهميه كبيره جدا، خاصه بعض النتائج المبهره في ميدان الانتاج الفلاحي التي حققتها ولاية نتاع الوادي، وهذه يعني الطفرة يعني الكبيرة في الاستثمار الفلاحي وفي الانتاج الفلاحي. اذا الاسواق هذه تاع الجملة تأتي كحلقة مكملة للمنظومة الفلاحية في هذه الولاية. اترككم تتابعون الفيديو، والسلام عليكم.